جديدة تقضي بوقف أي تعيينات في المؤسسات الحكومية وعدم تأسيس أي هيئة جديدة تزيد من العبء على ميزانية الدولة. وأشار السالم في مقابلة مع الجزيرة للحاجة لإيجاد تشريعات جديدة تدفع بعجلة الاقتصاد، لا سيما مع تخلص الإيرادات خلال الربع الأول من العام الحالي. الخطة الحكومية هي تحفيز الاستثمار وتحفيز الاقتصاد الوطني خلال المرحلة القادمة. يوجد عجز في تقلص الإيرادات خلال الربع الأول من هذا العام. الحكومة ما عندها إمكانية لضخ أموال أكثر لوجود العجز، فكانت الفكرة من تحفيز الاقتصاد وعجلة النمو من خلال تشريعات جديدة مثل قوانين جديدة لضريبة الدخل الموحد، قوانين جديدة لمناطق تنموية لتحفيز الاستثمار، وقوانين جديدة لقانون العمل، وقوانين أخرى اللي بتحفز حركة الاستثمار. اقتصاد بلاده قوي، وإن الأزمة المالية كان لها جوانب إيجابية على الاقتصاد الأردني. الاقتصاد الأردني اقتصاد الحمد لله قوي، يوجد لدينا احتياطي بالبنك المركزي وبتزايد. لم ننسى أنه وجود الأزمة المالية لها بعض الفوائد من ناحية نزول أسعار النفط ونزول كمية الاستيراد على ميزان المدفوعات، فالضغط خف، وهذا من الأمور الإيجابية لتخفيف العبء على المواطن بالمرحلة القادمة.